خير يا حرس ظابط. طب مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض عليا انا؟ ليه؟ بتهمة قتل زنا ومتولي. ايه؟ انا ما قتلتش حد. اتفضل معايا. قلت لي يا ابني الكلبشات في ايديها. انا في ايه؟ انا ما قتلتش حد. ضروري في حاجة خلص. النيابة هي اللي تحدد. خدوه. خلفوه فين؟ مش فاهم. خلفوه فين؟ انا بريء وما قتلتش حد. ولا دي بريء. انا بريء. ادخل يا اخويا. الله. حجز هنا الاول اللي طلعت تبع الاسم ده. هو حضرتك مش دورت في دفتر الاحوال؟ قول لي اعمل لكم ايه عشان تصدقوا يا جماعه. انا هنزلكم الحجز تدوروا بنفسكم. لا ما هو مش معقول كده يعني. هيكون راح فين؟ قلت لكم اسالوا عليه في مديريه الامن. وجوكم هنا والله ما ليه لازمه. وبعدين هتروحوا له ليه؟ كده ولا كده هيتعرض على النيابه بكره. ابقوا روحوا له النيابه. ولو سمحتوا سيبوني بقى عايز اشتغل يا جماعه. واضح ان ما فيش غير كده. بكره ان شاء الله نروح النيابه. ان شاء الله خير. اتفضل يا حاج. يزيد فضلك يا بنتي. ناكل لقمه خفيفه بقى. لا عشاء ايه يا بنتي؟ يا دوبك نريح رجلينا شويه وبعدين نتكل على الله نشوف حالنا. لا يا حاج ازاي احنا اهل؟ معلش ناكل لقمه خفيفه وبعد كده ربنا يحلها ان شاء الله. مامي هو خلف فين؟ حبيبي انت لسه صاحي؟ خلف بخير يا ولدي. مامي هو البوليس اللي خد خلف. خلف طيب قوي. لازم يسيبوه. لازم هيسيبوه يا حبيبي ان شاء الله. معلش بعد اذنكم انا هنايم كريم وانزل على طول. خدي راحتك يا بنتي. هرجع بسرعه. يلا يا حبيبي. ربنا يهون عليك يا حسن. ان شاء الله ربنا يفك سجنك. قوام سجنته؟ احنا في بيت ناس غر. خليني ساكت. انت بدل ما نمكي في الحجز قلت لي جوزك اتراح على النيابه. نيابه ايه؟ النيابه قالت انه ما جهاش. انا عايز اعرف انتوا ايه مخبينه ليه؟ مش عايزين حد يشوفه ليه؟ عملتوا فيه ايه؟ وادي قاعده قاعديني قعدت لكم اهو مش هتحرك من هنا. يا خلف يا خلف رد عليا. يعني انتوا مش عارفين تتعاملوا مع الست ديت؟ شيلوها ارميها بره ولا حطوها في الحجز. اياكوا حد يجي جنبي. اياكوا حد يجي جنبي. هتقعدوني يا ولاد. صباحيا مبارك يا عريس. قوم صحصح كده وفرفش. وكيل النيابه عايزك. يلا قوم يا عريس.
يتسحر على مصر. ايه؟ ليه؟ عشان يتحقق معاه في النيابه اللي الجريمه وقعت في دايرتها. وما قالوش الكلام ده ليه من امبارح؟ واضح جدا ان في تعمد ليه ما نقابلوش قبل ما يتعرض على النيابه. ده بنهم عشان نلحق. اوه صلاح بتعملي ايه عندك؟ مستنيه يا خالف. قومي قومي تعالي معانا. ما هوش هنا، رحلوه على مصر. تعالي معانا يا صباح. اجي معاكي على فين؟ انت تقتلي قتيله وتمشي في جنازته؟ مش كفايه اللي عملتيه فينا؟ ده انت سبب في كل اللي حصل. اكتمي اكتمي، هتفرج علينا الخلق. خلاص ما هم اتفرجوا، هيتفرجوا على ايه تاني؟ ده انت عقلك شات، هتاجي معانا ولا نهملك هنا؟ لا هستنى خالف. استغفر الله العظيم يا رب. ما تاجي معانا يا بنتي، الحكايه مش ناقصاكي. سيبوني في حالي، سيبوني في حالي بقى، انا مستنيه خالف. فك يا ابني الكلبش من ايديه واستنى بره. تحت امرك يا باشا. انت عارف انت هنا ليه؟ عارف، بس انا مارينا زهره ورجالتها هم اللي قتلوا زينهم ومتولي، هم بيدافعوا عني. اكتب: نحن ماجد عبد المقصود وكيل النائب العام للتحقيق في مقتل زينهم علي محمد ومتولي ربيع السيد. اسمك وسنك ومهنتك. ياسمين. ايوه يا ماما. اسمعي يا ستي الخبر ده. قولي. قلقت أجهزة الأمن القبض على حسن عبد العزيز إبراهيم الشهير بخلف الله الدجال المشهور أثناء حفل زفافه على أرملة المليونير الراحل كمال أدري. يا نهار ابيض يا خلف الله، مليونير حته واحده يا نصاب، وقعت واقف صحيح المره دي. تعرف المطوه دي يا حسن؟ ايوه، دي مطوه زن اخدها منه واحد من رجاله زهره ودبحوا بيها. فما قولك؟ انا قلت لك على اللي حصل. خلينا نتكلم بالعقل. كل الكلام اللي بتقوله ده عن زهره ورجالتها عشان تبرئ نفسك ملوش اي اساس من الصح. لكن الحقيقي بقى انك بتشتغل بالسحر والشعوذه، وان المجني عليهم كانوا بيساعدوك على ده، وان انتوا اختلفتوا على تقسيم الحصيله سوا، وانت هددتهم بالمطوه اللي معاك دي وكنت بتهوشهم بيها، فهجموا عليك فقتلتهم. مش هو ده اللي حصل؟ انا بريء، ما قتلتش. سبق اتهامك قبل كده بقتل امام جامع وادعيت انك مجنون، ودلوقتي عايز تعمل لي فيها مجنون. بقول لك ايه يا حسن، احسن لك تعترف بالجريمه، كل الادله ضدك، مفيش اي داعي للانكار. انا ما قتلتهمش، رجال الزهره هم اللي قتلوهم. اكتب يا ابني: واصر المتهم على الانكار. قررنا نحن ماجد عبد المقصود حبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيق.